تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خطوط تماس تأتيكم من قناة النيل للأخبار. كما عودناكم في هذا البرنامج سنمس إحدى القضايا الشائكة التي تتعلق بالمجتمع المصري والحياة المصرية، سنناقشها من خلال عدة زوايا وعدة وجهات نظر. حلقة اليوم ستتطرق إلى موضوع هام يمس المواطن المصري، يمس تحديدا اقتصاده، ويمس جيب عيوب العديد من المواطنين المصريين. سعر العملة الدولارية، سعر العملات التي بدأت ترتفع خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الإدارة المصرية، تحديدا المجموعة الاقتصادية المصرية، والتي بالطبع أثرت على الكثير من المواطنين فيما يتعلق أسعار السلع والخدمات التي بدأت تتأثر بهبوط الجنيه المصري مقابل الدولار. إجراء مقترح أخير اقترحته الإدارة المصرية، وهو إغلاق مكاتب الصرافة، فيما يبدو أنه رؤية أن تلك المكاتب تمارس أنواعا ما من التجارة التحتية في العملات ولا تقوم بدورها الرئيسي في خدمة الاقتصاد المصري. هذه رؤية. الرؤية الأخرى فيما يبدو أن هناك مقاومة من بعض أو شريحة من مجلس النواب يقول أن هذه المكاتب وهذه هذه المكاتب تحديدا تخص العديد من رجال الأعمال وتخص أيضا الاقتصاد المصري، وهي تقوم بدورها في خدمة الاقتصاد المصري المرتبك. كما هناك ارتباك في الإدارة المصرية فيما يتعلق بالشأن المالي، فهذه المكاتب هي انعكاس لهذا الارتباك حسب وجهة النظر الأخرى. عموما المشاهدين، دعونا نتابع هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء الحوار مع ضيفينا اللذان يشرفان اليوم في استوديو خطوط التماس، الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال. أهلا بك. مرحبا بك. الأستاذ حمدي الجمل رئيس قسم الاقتصاد بالأهرام العربي، أهلا بك. أهلا بحضرتك. تابعوا معنا مشاهدينا هذا التقرير حول هذا الموضوع، نبدأ بعده الحوار حول إغلاق مكاتب الصرافة وتأثير هذا الإجراء إن تم على السوق المصرية تحديدا. كونوا معنا. يثار الكثير من الجدل حول شركات الصرافة ومدى الدور الذي تلعبه في الإضرار باقتصاد البلاد، وسط اتهامات لها باستغلال السوق المصرفي للإتجار بالعملة وتعميق أزمة الدولار في مصر. وحول هذا الأمر دارت الكثير من النقاشات في مختلف الدوائر الرسمية والشعبية حول المقترحات الخاصة بإلغاء شركات الصرافة، وما إذا كان ذلك من شأنه الإضرار بالاقتصاد أم أنه ضرورة حتمية لإنقاذه. مجلس النواب من جانبه كان قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لعام 2003. ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، فإن مشروع هذا القانون يأتي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعب شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي من خلال ما تقوم به هذه الشركات من ممارسات وتلاعب بارتفاع أسعار صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، ما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني. ونص التعديل على تغليظ عقوبات المتاجرين والمتلاعبين بالدولار والعملات والمتعاملين عليها في غير قنواتها الشرعية، سواء من الأفراد أو شركات الصرافة أو أي جهة أخرى. وطالب بعض أعضاء مجلس النواب البنك المركزي بالضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين والمضاربين، وإلغاء تراخيص شركات الصرافة المخالفة حتى لو استدعى الأمر شطب جميع الشركات وإلغاء النشاط بالكامل، طالما أن وجوده سيشكل خطرا على الاقتصاد القومي.
وقد وصل إجمالي عدد شركات الصرافة التي أصدر البنك المركزي قرارات بشطبها نهائيا وسحب تراخيصها أو إيقافها مؤقتا إلى 47 شركة. ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين إن الدعوات بإلغاء شركات الصرافة نهائيا ستعمل على الإضرار بالاقتصاد المصري، حيث سيؤدي ذلك إلى مزيد من الارتفاع لسعر الدولار وخلق تجار عملة جدد، فضلا عن أنه لن يحل الأزمة، مشيرين إلى أنه يجب وضع ضوابط جديدة للتعامل بين شركات الصرافة والبنوك في ظل منظومة نقد أجنبي يديرها البنك المركزي. وبينما يختلف الطرفان المؤيد والمعارض لإلغاء شركات الصرافة بشأن تأثير هذه الخطوة إيجابا وسلبا على الاقتصاد المصري، إلا أن هناك اتفاقا واضحا على ضرورة حل أزمة نقص العملة الصعبة وأهمية التوصل لحلول ناجحة تسير باقتصاد البلاد نحو بر الأمان. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بالأستاذ حمدي الجامل رئيس قسم الاقتصاد بالأهرام العربي، ودكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال. طيب أستاذ حمدي، كما تابعت هذا التقرير، هل فقط إغلاق مكاتب الصرافة هو حل لأزمة العملة تحديدا في البلاد؟ طب فقط إجراء وحيد لا أعتقد، لكن أنا عايز أقول حاجة مهمة. ليه إغلاق شركات الصرافة؟ هل مصر لديها ندرة في الموارد الدولارية؟ الإجابة بالقطع لا. مصر تستورد ب 105 مليار دولار السنة دي، خزينة الدولة المصرية اللي في الدولة المصرية 50 مليار دولار، يبقى أنا عندي 55 مليار دولار في الشارع المصري. الدولة المصرية خزينة الدولة المصرية فيها 50 مليار دولار؟ يعني كل الموارد الرسمية من خلال السياحة، تحولات العاملين في الخارج، قناة السويس، كلها 50 مليار دولار. احنا كدولة بنستورد 105، يبقى عندي 55 مليار دولار احنا بنستورد موجودين في السوق. موجودين في السوق، موجودين، بيتم المستوردين بيشتريهم من السوق، من القطاع الخاص بيشتريهم من شركات الصرافة. السؤال بقى، هل الدولة عندما تغلق شركات الصرافة قادرة على انها تستحوذ على هذه الأموال وتدخلها في الاقتصاد الرسمي في البنوك المصرية؟ سؤال. سؤال آخر، هل الدولة قادرة على توفير هذه السيولة لهؤلاء المستوردين لكي يستوردوا؟ المستورد يحق، المستورد ما عندوش مشكلة في الدولار، الدولار موجود، بس مشكلة في سعره، مرة 9 مرة 10، بس الدولار موجود. دور الدولة هنا بقى أن تأخذ ال 55 مليار دي وتدخلهم في البنوك المصرية، وأنا كمستورد عندما أذهب إلى البنك أجد الدولارات بالسعر. طب كيف تدخل هذه الأموال للبنك وهو الأقل سعرا؟ إذا لديك أنت مجموعة من يعني 2000 دولار أو 3000 دولار. من الذي خلق هذه الأزمة؟ من الذي حول الدولار من عملة إلى سلعة؟ الحكومة المصرية. أشرف سلمان في رمضان قبل الماضي كان وزير الاستثمار في مؤتمر اليورو ماني، خرج وقال إن الدولة المصرية بصدد تخفيض قيمة الجنيه إلى مقابل الدولار 9 جنيهات. انتفض السوق، وصلنا ل 7.5. خرج وزير المالية هاني أدري وقال في الموازنة 16-17 نرى أن سعر الصرف العادل هو 8.35. عندما قال هذا تزامن مع ضرب الطائرة الروسية، انخفاض السياحة، وتراجع الصادرات. بقى هنا في شح كبير في الدولار. الدولار هنا تحول الى سلعه، وبقى اي بني ادم دلوقتي طبيعي عايز يكسب بيشتري دولار، بدا يحول، يبقى اراضي، يبقى ذهب، يبدا يشتري دولار، لان الدولار وفقا للحكومه اللي قالت هوصله لتسعة هيكسب فيه. الحكومه طلعت ورفعت سعر الدولار مقابل الجنيه 112 قرش، ورفعته الى 9 جنيه او 8.88. كان شيء رائع، لكن الحكومة كانت ترى أنها لابد أن تصل إلى هذا اليوم، إلى صندوق النقد الدولي وتوقيع على اتفاقية صندوق النقد الدولي، فتركت سعر الصرف وتركت شركات الصرافة تفعل ما تشاء، وإن المصريين يتاجروا حتى وصلنا إلى 11 و12 و13 جنيه. طيب هنا 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 هيئت الدولة وهيئت الحكومة المجتمع المصري إلى ضرورة الاقتراض من صندوق النقد، وإلى ضرورة بيع الشركات المصرية أو طرح جزء كبير منها في البورصة. طيب المصرية سنتطرق إلى هذه النقطة، ولكن دكتور وائل،
يعني ما الذي كان مطلوبا من شركات الصرافة خلال هذه الفترة التي قال عليها الأستاذ حمدي من بدء تصريحات الوزير أشرف سلمان وحتى الآن؟ هل ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتفاع أسعار الدولار أو في التجارة التحتية للدولار؟ عايزين نفرق ما بين حاجة مهمة جدا. الدولار بالفعل في الفترة الحالية هل هو مضاربة أم هو وعاء استثماري؟ دي نمرة واحد. شهية المضاربة في الفترة الحالية ابتدت تحمى امتى او تبتدي يبقى عملية المضاربة والمخاطرة ابتدت تعلى امتى؟ ابتدت تعلى شهية المضاربات في التصريحات زي ما استاذ حمدي قالين عليها بالظبط، تمام؟ تصريحات المسؤولين، محافظ بنك مركزي، وزير الماليه، وزير الاستثمار السابق، ده كان بيزود نوع من انواع المخاطره والمضاربه على العمله الصعبه. انما مش عايزين ننكر ان بالفعل نتيجه المؤشرات الاقتصاديه السلبيه اللي بيمر بها الاقتصاد المصري هو سبب تدهور قيمه الجنيه وليس العكس. لما نيجي نتكلم النهارده ان الدوله المصريه مش فشلت بس في اداره سوق النقد المصري، لا، هي ايضا فشلت في استخدام ادواتها الماليه داخل سوق النقد المصري. ليه بقى؟ لما يجي النهارده استاذ حمدي يجي يقول ان كل الموارد الدوله المصريه كلها 55 مليار دولار، خلينا نقول جزافا ان الدوله قبضتها حديديه وال55 مليار دولار دي مسيطره عليها سيطره كامله وكل الاموال دي بتخش الدوله، تمام؟ انا بستورد قرابه رسميا ب80 مليار، غير رسمي بقرابه 100 مليار، يعني انا عندي فائض عن موارد الدوله واخد بالك اللي هي حاطه ايديها عليها كلها حوالي 45 مليار دولار فرق. نعم. يبقى انا هنا بقوم بعمل ايه؟ بستورد العمله من الخارج. يبقى النهارده من يعمل في مجال النهارده الصرافه بيقوم بعمليه استيراد العمله من الخارج، يعني انا بوفر للدوله المصريه عمله لا تتمكن الدوله المصريه انها تقدر انها تجيبها من الخارج، سواء عن طريق قروض او حتى عن طريق منح او ودائع او مشابه ذلك. يعني اللي بيعمل في مجال الصرافه ده او معرفش هو مين الكونيه بتاعته، الراجل ده بيوفر للدوله المصريه للحاجه بتاعتها للعمله الصعبه نتيجه الطلب عليها سنويا بمقدار 45 مليار دولار. واحنا بنقول في حاله واحده ان الدوله المصريه متمكنه من الموارد كلها، ال 55 مليار ل 19 مليار سياحه، 5 قناه سويس، 5 تحويلات، اسف 19 تحويلات مصريين، 5 سياحه، 5 قناه سويس، والصادرات 22 مليار وبعض الموارد السياديه. فاحنا بنتكلم الدوله بتعاني بتقول والله دول بيتلاعبوا في تحويلات المصريين في الخارج، شيل 19 مليار. طب وبقيه المبالغ كلها؟ احنا بنتكلم النهارده في قرابه 80 مليار، الناس دي بتحاول انها توفرها، تمام؟ يبقى احنا الاولى بدل ما بنتكلم ونبتدي نخترق القوانين، انا حزين جدا ان التصريحات دي تطلع من احد البرلمانيين، تمام؟ وحزين اكتر ان تطلع من احد اساتذه الدستور لسبب واحد. تصريح فيما يتعلق باغلاق مركز شركات الصرافه لسبب واحد بس، ده اختراق صريح للقانون المصري. احنا عدنا نحلم قبل مؤتمر شرم الشيخ بالقانون الموحد، قانون استثمار السريع، قانون استثمار ابو شرطه، قانون استثمار مش عارف ايه، وقعدنا نصنف في القانون ده وندلع اساميه على اساس ان احنا نخش بيه مؤتمر شرم الشيخ. من ضمن الشركات دي مترخصه طبقا لقانون 59 لهيئه الاستثمار اللي هو بالفعل شركات مساهمه مصريه اللي هو خضع له شركات الصرافه دي. لما اجي النهارده كواحد من اعضاء البرلمان او كاستاذ قانون دستوري وتغافل عن الدستور وتغافل عن القانون اللي ضمن الحريات لرؤوس الاموال والحريات النهارده دون مصادره ودون قيد ودون 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 صراحه تصريح ده، دي رساله سلبيه بتطلع بالسلب الى الخارج ان مصر ممكن انها تصادر اي شيء في اي لحظه، واحنا عندنا باك جراوند سلبي جدا. تحديدا هل من حق احد اعضاء مجلس النواب ان يقترح على السلطه التنفيذيه؟ نحن نعرف ان مجلس النواب هو دوره تشريعي ورقابي، تمام؟ هل من وجهه نظر لا من حق الاعضاء البرلمان انهم يتقدموا بطلب بتعديل قانون بتشريع معين؟ من حقهم. انما انا الترتيب او التركيبه بتاعه النهارده البرلمان تهمني التصريح ده بيطلع مين من منين؟ هل من عضو لاول مره يخش برلمان؟ هل النهارده راجل برلماني معارض قوي جدا؟ هل النهارده تركيبته داخل رئيس لجنه، وكيل لجنه، نائب؟ انما لما يطلع من رئيس البرلمان دي رساله سلبيه جدا تطلع للخارج. عشان كده بقول لا، احنا لازم نبقى عارفين جدا احنا بنصرح ايه وبنقول ايه وامتى وفين وخسائرنا تبقى قد ايه، لسبب زي ما بقول لحضرتك كده، انت بتبقى واحده تفرشت. طبعا انا بخترق القانون، انا كرئيس برلمان بخترق القانون، انا كرئيس برلمان بقول ما فيش حوافز النهارده او حمايه للمستثمرين في مصر طبقا لقانون 59 اللي احنا قعدنا نحلم بيه قبل مؤتمر شرم الشيخ، وده ضمان لجميع المستثمرين كلها، وبالاخص ان كان في سابقه السنه اللي فاتت واللي قبلها ان كان في مصادره وتحفظ وطلع للعالم الخارج
ان مصر النهارده بتصادر املاك وما شابه ذلك. لما يطلع التصريح ده اكثر خطوره على العمله الاجنبيه والاستثمارات اللي ناويين نجيبها من بره من اي حاجه تانيه تحصل. جرم العقوبه زي ما انت عايز تجرمها، زود النهارده الغرامات زي ما عايز تزودها، بس حذاري انك انت تمس مربع الاستثمار والقوانين بتاعته والاضلاع بتاعته، حذاري ثم حذاري ثم حذاري، لان لغايه النهارده احنا عندنا فجوه في الدستور مش محدد الهويه الاقتصاديه بتاعتك ايه، هل هو اشتراكي ولا اسلامي ولا ليبرالي ولا اي حاجه خالص. فالنهارده الحاجات دي كلها يعني مش عايز اقول لحضرتك فزاعه كبيره جدا لما تطلع الكلام ده، وبالاخص من قياده كبيره داخل البرلمان المصري. اللي احنا بنتكلم عليه في حاجه تانية، هل الدولار النهارده اللي احنا بنقول عليه ال 45 مليار اللي بتحاول الشركات او الاطراف الاخرى غير الدوله المصريه تكتذبهم من الخارج او بتستوردهم من الخارج، مش بتستورده بتكلفه ولا مش بتكلفه؟ بستورده، يبقى انا الدولار ده بشتريه ايه؟ خلينا بقى نتكلم بمنتهى الحق. طب معلش الحته دي مهمه جدا. الحته دي يعني يعني غير واضح، تستورده كيف تستورد عملة يعني كيف جميل جدا بعملة أخرى؟ هو ده بقى اللي احنا لازم الدولة تخلي بالها منه. انا الدولار ده اللي انا بجيبه من الخارج اللي احنا قلنا مصر كلها 100 مليار في السنة، 55 موارد بتطلع من مصر حقيقة، سواء تحويلات او مش عارف ذلك، والباقي ده بيجي لي من بره. اللي بيجي لي من بره ده بيجي بناء على ايه؟ هل مصر النهارده بتصدره فبالتالي ده بيجي؟ لا، ما هي 22 مليار مش هتغيره تمام، انما ده بيخرج مقابل عمله مصريه، يعني هيبتدي السماح والتداول على العمله المصريه داخل المنطقه العربيه. نتيجه التحويلات دي بتجيلي من بره من المنطقه العربيه مش من اي حته تانية. يعني معنى كده ان حصل طلب على الجنيه المصري اللي احنا عمالين بنصرخ ونقول احنا عايزين نغير قناه السويس ونخليها بالعمله المصريه، ونقول ايه الداعي نخليها بالعمله المصريه؟ ده انا بقى عايز عمله اجنبيه. فتخيل بقى النهارده ان هم مش واخدين بالهم، والبعد الابعد والاقوى ان بيتم النهارده شراء الدولار حتى لو غالي بالجنيه المصري. طب تسعير قيمه الدولار ده بالسعر ده 13 جنيه مثلا، ليه؟ لان في عناصر تكلفه، صح ولا لا؟ طب النهارده تسعير مره اخرى غير عناصر تكلفه، في مؤشرات اقتصاديه بتقوم بيها الدوله المصريه، دي احد عناصر التكلفه نفسها. تحدث انا ما تقوم بهذا الامر هي شركات الصرافه، هي يا فندم اللي انا عايز اخدك بيه واخد الحكومه المصريه والدوله المصريه، موضوع تاجر العمله ده مش زي بتاع زمان، انسوا انسوا الناس اللي بتبقى واقفه كده وجايبه دورها وحاطه الدولارات تحت واللي واقف مش عارف ايه وتشتري دولار يا بيه، لا ده الموضوع بقى فيه النهارده ادوات وميكنه، في كمبيوتر وبرامج تحليل فني وبتقول لك الدولار يروح فين، والمؤشرات الاقتصاديه بتخش هنا وتطلع لك رقم حقيقي لقيمه الدولار، والنهارده ناس بتسرب معلومات من احد المراكز صاحبه المعلومات وتيجي تقول لك ده انا مطلوب مني الشهر ده مليار دولار اسددهم ودايع او اسددهم النهارده التزامات على الدوله المصريه، ويبتدي نشوف قد ايه طلب في السوق وقد ايه عرض في السوق، ورجال الاعمال النهارده في دوره للاستيراد ابتدي هنوفر لهم على قد ايه، طب المتاح قد ايه، ويبتدي يطلع السوق وينزل الاسعار دي. يعني اصبح النهارده في سوق عملات مش شركات صرافه، يا ريت نفوق في المصطلح، اصبح داخل مصر سوق للعملات وليس شركات صرافه، الموضوع تخطى شركات الصرافه، يعني تخطى الانظمه القديمه وتخطى بالفعل، والبنك المركزي زي ما هو. طيب ما تطورش للسوق. عند هذه النقطه نتوقف استاذ حمدي. طيب يعني ما البديل؟ يعني إذا رأت الدولة المصرية أن شركات الصرافة هذه هي عنصر هادم للاقتصاد المصري عن طريق تجارتها للعملة، وأنت تتحدث عن أن السوق المصري يحتاج خلال يعني السنة المالية إلى 45 أو 50 مليار دولار إضافية على ما تمتلكه الدولة، بديل شركات الصرافة إذا أغلقت بالنسبة لرجال الأعمال أو الشركة؟ إذا كانت الدولة المصرية بصدد هي أغلقت النهاردة 47 شركة. أنا بس عشان بس عايز أقول حاجة فيما يتعلق بشركات الصرافة، هناك شركات إخوانية تريد هدم مصر. نعم. وتتاجر في العملة وتريد الإضرار بالاقتصاد المصري. ولكن هل كل الشركات كذلك؟ المؤكد لا. هل شركات الصرف هي المسؤولة عن خلق أو تحويل الدولار من عملة إلى سلعة؟ لا. الذي فعل ذلك هي الدولة المصرية والحكومة المصرية. هناك أدوات لدى الدولة المصرية إذا أرادت أن تفعلها. بداية كلمة واحدة، أنا عندي الإنتاج، لابد أن ننتج ونصدر. بداية أنا عندي مشكلة في الإنتاج، أنا السنة دي صادراتي خفض من 30 مليار إلى 22. يبقى لازم انتج. تتحدث استاذ حمدي، بس حكتين قد يرى البعض ان كلمه الانتاج هذه تحتاج مثلا ايه عده سنوات. نحن نتحدث عن اجراء سريع، حوالي 3 شهور. 3 شهور بس فيها التدبير الخمس. لا اتكلم فكره الانتاج. انا دوله بستورد 90% من زيت الطعام. نعم. زيت الطعام ده مش حاجه كبيره، يعني مش حاجه مهمه قوي. انا عندي صحراء وعندي ميه كتير، انا ازرع ذره شاميه، ازرع سمسم، وابدا اعمل معاصر. يبقى انا عملت صناعه،
زراعة، وعلى هامش الزراعة عملت صناعة. ده خلال 3 شهور بدل ما استورد 90% من زيت الطعام استورد 40 أو 50%. يبقى أنا وفرت عملة صعبة. ما أنا فعله في ملف القمح رغم الفساد اللي فيه إن أنا أزرع قمح بدل ما استورد قمح بالكميات الكبيرة دي استورد قمح ب 50%. اتنين، أنا تخيل الدولة المصرية والمصريين بيستوردوا كمية لو تفاح. إحنا عندنا العنب وعندنا الموالح المصرية والبطاطس لا تصدر. ما دي موجود. كل الحكاية. وبعدين أنا مندهش جدا من يام رشيد محمد رشيد ونحن ندعم يعني لماذا تحديدا لم تسبق هذه الإجراءات التي تحدثت عنها وهي هامة جدا الإنتاج، لماذا لم تبدأ الدولة المصرية في هذه الإجراءات قبل أن تتطرق إلى عملية العمل؟ ده كانت إجابتي عشان خاطر النهاردة أنا خدت قرار بإغلاق شركات الصرافة، أنا موافق، لكن فقط هيحل مشكلة؟ لا، لازم مجموعه من الادوات والسياسه الماليه مع السياسه النقديه. لكن انا ملاحظ ان السياسه الماليه في وادي والسياسه الماليه في وادي. انا ملاحظ ان رئيس الوزراء مش علاقه بالوزراء، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه وفقا لما يتراءى. لازم رؤيه شامله زي ما قال الاستاذ وائل، على الاقل قول لي شكل الاقتصاد المصري. طيب بالرؤيه الشامله انت اضطرتني اضطررتني الى الدخول في موضوع كان مؤجلا الى نهايه هذه الحلقه. واليوم راينا السيد طارق عامر في مؤتمر صحفي مع مندوب البنك الدولي تحدث عن أن البنك قد اقتنع بالخطة المصرية العامة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري. كيف أنت تتحدث عن يعني بس فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، الدولة المصرية قبل أن يأتي الصندوق منذ سنة، منذ أن خرج أشرف سلمان وقال نريد تخفيض قيمة الجنيه أو نرى 9 جنيه مقابل 9 جنيهات، والدولة المصرية تخطط لهذا اليوم. الدولة المصرية انتهت من قانون القيمة المضافة أو خلاص حيتم إقراره. الدولة المصرية انتهت من قانون الخدمة المدنية ودي شروط صندوق النقد. بقي شرط وحيد وهو تعويم الجنيه أو على الأقل يكون مرن بشكل ما. وبالتالي الدولة المصرية ترى أنها في ظل وجود شركات الصرافة لن تستطيع أن يتعوم الجنيه أو تلعب في الجنيه بشكل كبير، عشان هنا عايزة تحدد هي وتحجم شركات الصرافة وتكون هي القادرة. طيب على أغلقنا شركات الصرافة كلها ووافق البرلمان وتم الإغلاق تماما، ما الذي تتصوره لشكل الاقتصاد المصري بعد هذا الإغلاق؟ طب هي طب الدولة المصرية إذا تم، يعني أنا أتحدث إذا الدولة المصرية هتاخد قرار إغلاق، يعني إغلاق دي رسالة، دي رسالة سياسية، ما يقوله رئيس مجلس الشعب السنوار دي رسالة سياسية، وحيتم الانتهاء والإغلاق. تم إغلاق 47 شركة، فالمسألة منتهية. المطلوب هو تشريع الآن. المطلوب اللي قاله تشريع خلال الأيام، والتشريع هيطلع. لأن الدولة المصرية تخشى أنها تترك شركات الصرافة في ظل هذا الإقبال الكبير على الدولار، لأنه سلعة ولأنه مضاربة والربح عالي. فلو هي هتلعب في سعر الجنيه مقابل الدولار تنفيذا لتوصيات صندوق النقد، سعر الجنيه مقابل الدولار هيشتعل بشكل كبير. فالدولة المصرية عايزة تكون هي المسؤولة وهي اللي تحدد السعر وهي تبقى مرنة. طيب إذا السؤال ولكن هل الدولة المصرية قادرة على محاربة الشائعات من خلال فيس وتويتر؟ سعر الدولار يتم تحديده يوميا من خلال المواقع الإلكترونية وليس من خلال الدولة المصرية. الشيء الغريب أن سعر الدولار في البنك المركزي 8.88، ولكنه في المواقع الإلكترونية وفي الفيس وتويتر كل يوم بسعر، وكل بلاش كل يوم، كل 10 دقائق بسعر. فالدولة المصرية لديها. طيب أغلق أيضا الفيس وتويتر؟ إذا افترضنا أنه تم إغلاق بالفعل شركات الصرافة، أغلقنا شركة الصرافة، طيب هل ستختفي السوق السوداء؟ هل الدولة المصرية قادرة على السيطرة على السوق السوداء التي ستنشأ أيضا؟ أقول لك نفس واحد، إذا الدولة أرادت شيء هتفعله، ولكن أنا ملاحظ الدولة في الفترة اللي فاتت كانت هي التي تدعم تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار. بدليل تصريحات المسؤولين خارج البنك، خارج السعر الرسمي للبنك المركزي اللي هو 88. لا، الى ان وصلنا 88. بعد 88 كانت الدوله المصريه تريد ان تشتري، يعني هذا 88 هذا حلم بالنسبه لاي شخص يريد شراء دولار. اذا ذهبت انت الى اي بنك مش هديك يعني اشتري فقط، ولكنه لا البنك عموما فيما يتعلق بالاستيراد، لو انا بستورد وانا ما عنديش حصيله دولاريه في البنك وتمشي مع البنوك، انا هاخد ب 88. يعني كل الواردات المصريه، كل الواردات اللي تستوردها الدوله المصريه بالسعر الرسمي. ولكن المشكله زي ما قال وائل بيه في المستوردين اللي هم بيحقق ارباح عاليه جدا من بعض السلع، بيشتري ب 10 و11 و12، دي تكلفه بيحطها في النهايه على المستهلك، وانت عارف ان السوق المصري سوق كبير وسوق واحد والمستهلك. طيب سؤال هام ساوجهه الى الدكتور وائل، اذا اختفت شركات الصرافه مثلا
ما الذي ستفعله شركات مثل شركات الحديد مثلا ومعظم مكونات إنتاجها هي مستوردة؟ هل هذه الشركات لها حسابات خاصة أو لها تعاملات خارجية تجنبها أن يقف إنتاجها، أم أنها ستقع في ورطة لأنها لا تستطيع إشراء من البنوك أو إلا بحدود، أو ستختفي هذه الشركات؟ خلينا نتكلم بمنتهى المصداقية شوية. خلال العقود السابقة كلها من عصر الرئيس الراحل عبد الناصر حتى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبالأخص في بداية العقد الأول، كان بالفعل بيتم تجريم من يتعامل في العملة الصعبة. بس هل بالفعل الموضوع ده كان انتهى؟ لا، الناس كانت بتحول برضه في السوق السوداء عن طريق اي معرفه، عن طريق اي طريق، كانوا بيروحوا يحولوا برضه، واللي كان بيحصل يحصل. تمام، موضوع التجريم مش هيمنع موضوع تداول العمله، ومش هينفع حتى التداول بالدولار مقابل الجنيه او ان انا غير في سوق السوداء، مش هينفع الكلام ده. والكلام ده يبقى احنا بنضحك على بعضينا نتيجه يعني انت تتحدث ان هناك هيبقى في خلايا تحت الارض. انت هتقضي على الاحزاب، هيبقى في معارضه او خلايا نايمه تحت الارض. هتقضي على السوق الرسمي للعمله، هيبقى في عندي سوق تحت الارض. تمام، بالعكس انت شايف الناس دي قدام عينيك احسن ما تبقى مش شايفها خالص. خلينا نتكلم احنا وصلنا لكده لايه، عشان ده مربط الفرس. لما بنيجي نتكلم يقول لك المضاربات والمراهنات والكلام ده كله، ده كلام فارغ في وجهه نظر شخصيه لسبب واحد بس. لما يبقى معدل الادخار بالنسبه لمصر كلها لا يتعدى ال 14%، تمام، معنى كده ان الفائض عن السيوله مبالغ طويله جدا لدى المصريين. يعني ممكن واحد يروح يشتري 10,000 دولار 1000 دولار مره واحده وخلصت، مش كل يوم هيبتدي يشتري دولار. خلاص، فقصه ان احنا الدولار النهارده عليه مضاربات او بقى وعاء امن، ده انتهت الصوره دي. اللي بيتفاقم النهارده ايه في موضوع الدولار؟ اللي بيتفاقم النهارده انك انت كل ما هتغلق لي شركه الصرافه تكلفتي هتزيد، فانا هزود في سعر الدولار. عشان كده اول ما ابتدوا يستخدموا القبضه الحديديه من 12 وربع لغايه 13 اللي هو سعر النهارده، نتيجه انك انت عمال تغلق في شركه الصرافه، التكلفه بتزيد والخسائر بتزيد، فبتحملها على سعر الدولار. انت تتحدث عن تكلفه التكلفه؟ طبعا طبعا مع اشكال بقول لحضرتك، هم مش متفاهمين الواقع عامل ازاي. الواقع جو تاني خالص، بقى مصر فيها سوق صرف فعلا، خلاص مش رسمي بس بقى فيه سوق صرف، مش شركات صرف غير رسميه. يعني له وجهه نظر، هو يقول انه قد تكون الحكومه تسعى لذلك حتى تبدو. لا انا هقول لحضرتك، هقول لحضرتك الحكومه تورطت، الجنيه تم تعويضه. لا لا، الحكومه تورطت ليه؟ احنا من بعد 2011 وكان مصر تقريبا عندها احتياط 36 مليار دولار ونص، وكان اجمالي تقريبا ما تمتلكه مصر من العمله الصعبه قرابه 54 مليار دولار. خلي بالك لازم نفرق ما بين حاجتين عشان احنا بيضحك علينا في المصطلحات. في فرق ما بين الغطاء النقدي للعمله والاحتياطي النقدي. الاحتياطي النقدي ده الاحتياطي مبالغ استراتيجيه كده، لو قدر الله حصلت اي كارثه يستكفيك استيراد سلع استراتيجيه لفتره قد ايه. تمام، الغطاء قد يكون ذهبي. والغطاء بقى هو ده اللي يعادل قيمه العمله بتاعتك. هل سيادتك عدمت بعد ما حصل جرف للاحتياطي بتاعك من 2011 لغايه النهارده؟ هل حضرتك عدمت الودائع القطريه اللي تم سحبها من طباعه انك انت كنت طابع عليها؟ هل حضرتك النهارده الاسترددات اللي حصلت من سندات او مشابه ذلك سحبت مقابلها عمله في السوق؟ لا، انت كل يوم عمال بتطبع. تمام، ولو المفروض تطبع 2 مليار بتطبع 8 مليار، ولو المفروض بتطبع 8 مليار بتطبع زياده 28 مليار. يبقى احنا بنتكلم في خديعه كبرى. تمام، في حاجه اسمها غطاء نقدي عشان اقدر اقيم عليه العمله بتاعتي بخلاف الاقتصاد. امريكا الولايات المتحده الامريكيه اللي هي صاحبه الهيمنه الاقتصاديه الكبرى، لما بتيجي النهارده بتقيم العمله بتاعتها ما بقيمهاش بالدولار ولا بالذهب، لان هي بالفعل بتقومها على قوتها الاقتصاديه على مستوى العالم، لان هي تلت اقتصاد العالم. انما اوروبا بخلاف كده، عندها ذهب، اسيا عندها ذهب ودولار، فبالتالي انا بخفض قيمه العمله بتاعتي وبرفعها طبقا لما امتلكه من احتياطيات وليس طبقا ما امتلكه من غطاء نقدي. هل انا غطاء للعمله المصريه ام انه مفيش؟ مصر تمتلك ذهب الى مقدار 2.7 مليار دولار فقط لا غير، والاجمالي الاحتياطي الموجود داخل مصر ده كله في موجود في صيغه الاحتياط وليس في صيغه الغطاء النقدي لا يتعدى قرابه حوالي تقريبا ما لا تمتلكه مصر. تمام، اطرح بقى ال 5.5 مليار من قرابه تقريبا حوالي 11 مليار، يعني اللي عندك كله 4 مليار ونص مصر. تمام، هل ده يعادل كميه النقد اللي في السوق او ال 2 تريليون اللي وضيع في البنوك؟ يبقى احنا بنضحك على بعضينا. يبقى احنا عايزين شماعه نيجي نقول السوق السوداء، عايزين شماعه نيجي نقول المضاربين وكذا كذا. ومن يوم ما اتخذوا الاجراءات كلها نقدر اقولها مش احترازيه، الاجراءات الحديديه دي كلها، الدولار عمال بيزيد. هل ده عندنا؟ لا، تكلفه بزودها، تكلفه بزودها، وهنفضل كده في ما لا نهايه. اللعبه الاخيره اللي الحكومه بتعملها ايه؟ هتبتدي الساعات الجايه هيقول لك الحكومه هتخفض قيمه الجنيه لساعه جنيه ونص. ليه؟ عشان الاشاعه تنتشر. معناها ايه؟ هو تم النهارده 13، يبقى انا كمواطن هم فاكرين بقى ان في فائض لسه سيوله وانا بروح اشتري عشان اخزنه، فالمواطن النهارده هيبتدي يمتنع عن الشراء.
ليه؟ ده 9.5 يا عم، والبنوك قالت والمحافظ قالك هيوفره لاي حد يطلبه، يبقى انا النهارده خسران فيه قبل ما اشتريه، همتنع عن الشراء. دي السكه الوهميه او الخيال الوهمي اللي هم متوقعينه، تمام؟ بس تعالى بقى نقول الحقيقه، تمام؟ انا بلجا ليه؟ او السوق السوداء او السوق الموازي ده موجود اصلا ليه؟ موجود نظرا لعجز الحكومه عن انها توفر العمله الصعبه للمستوردين، تمام؟ فانا كمواطن النهارده او كراجل بستورد بقوم واخد بعضي، يا حكومه وفري لي، تقول لي لا والله هم هتسيب لك 2 مليون دولار وتصرف في الباقي، او انا واخد بعضي رايح على السوق السوداء رايح شاري بال 10 مليون او 20 مليون دولار. في حاله ان الحكومه لو وفرت هتختفي السوق السوداء تماما. يعني ليه بقى يجي اردت ان تتحكم في بالفعل هو ده ان توفرها وان احنا بنقول ايه؟ بنقول الحكومه العبي بحرفيه شويه. الشركات دي ضميها ليكي، وقعدي على الترابيزه وقولي عناصر تكلفتك وايه، ونبتدي نتعاون مع بعض لاجل ما حتى تقف الدوله تاني على رجلها. تعالوا نوصل ال 13، نوصل ال 13 ونثبت اسعارنا ونثبت السلع والواردات على ال 13 نثبت. وانت ملزم النهارده، طب هبقى ملزم قصادك ازاي؟ عن طريق شركه الصرافه بتاعتك، بدل ما انا الوحيد كدوله او البنك المركزي بقدم العطاء كل يوم ثلاث، لا شركات الصرافه تقدم اسعارها، وانا بناء عن كده عاجبني اخد مش عاجبني خلاص هغطي الناس دي كلها اللي طالبه عندي. يبقى انا النهارده المشتري وانا الوحيد اللي بياع. يبقى النهارده لماذا لا يتم هذا؟ لان هم طالبين كده. عفوا هذا هو بلاقي كده، هو تحديث على الصرف بلاقي بين عوينه الجنيه بالطريقه ده بتاع بتاعين، هو طالبين كده. تمام، يعني على الازمه، لان الازمه هي الشماعه لكل مراحل الاخفاق اللي انت بتمر بيها. طب لماذا تضع حكومه نفسها في هذا الموضع وهي قادره على الاستماع لخبراء مثلك مثلا؟ هقول لحضرتك على حاجه، الحكومه اكبر حكومه من بعد 2011 النهارده استمرت قد ايه؟ كام سنه؟ هديك مفاجاه كبيره جدا. البرنامج اللي اتحط ده اللي اتقال في التصريحات ان برنامج هايل جدا وجميل جدا، تخيل بقى البرنامج محطوط بعد شويه بقى تحول لموازنه عامه، ومن تحول لموازنه عامه لسه النهارده بيناقشوا قانون الخدمه المدنيه وقانون اللي هو الضريبه اللي هو المفروض متضمن للموازنه العامه ومتضمن للبرنامج، عشان تعرف ان احنا في سكه تمرير مش اكتر من كده. وما تم الاتفاق او وضع داخل البرنامج هو ما تم مصادقه عليه من قبل صندوق النقد الدولي. يعني احنا عمالين بنضحك على بعضينا واستهلاك محلي فقط لا غير. طب الحكومه دي هل انت عارف النهارده انك انت بعد ما ترتبط بالصندوق اذا خدت يعني كارد ان شاء الله ال 12 مليار وطرحت الحزمه من السندات والتمويلات مطلوب من سيادتك سنه 2018 و19 و20 فيما لا يقل عن حوالي 30 مليار دولار سداد التزامات عليك دوليه. مصر خلال السنتين اللي جايين هتقدر توفر اقساط وهتقدر توفر التزامات وهتقدر تشيل حته كده على الجنب عشان اللي بعد سنتين ثلاثه هتبتدي تسدد التزامات عليا؟ فعرف مين ده؟ ما انت لو كنت نجحت في السنتين اللي فاتت انك انت تخفض الدين، وانت قلت نفس الحكومه اللي حطت البرنامج هي اللي قالت 8.9 العجز بتاع الموازنه، هي نفس الحكومه اللي حطت البرنامج وبتقول والله السنه دي هيبقى 9.8، وهي نفس الحكومه اللي وصلت ال 8.9 ل 11.5%. عايزني انا النهارده كواحد خبير اصدق الارقام دي؟ طب بلاش، انا كخبير متشائم، هل النهارده المواطن النهارده العمال كل يوم دخله بيقل واسعار تكلفه كهرباء وبعد كده وقود وبعد كده ميه وبعد كده عمله هتتخفض وارتفاع في اسعار السلع والكلام ده كله، انا دخلي بينقص، التزاماتي تبقى كتير، هل هي منادى للفساد؟ ولا هل هو بالفعل للتقشف؟ ولا هل هو بالفعل ان انا بقول للشارع ابتدي تزمر؟ في خطوره احنا ماشيين فيها واحنا مش حاسين بيها، احنا حاسين ان احنا دايسين على زرار، تقبل يا شعب كذا، تقبل يا مش عارف ايه، ويطلعوا المسؤولين بيضحكوا. انا في وجهه نظري الشخصيه ان المسؤولين اللي طلعوا النهارده في المؤتمر دي ضحكه الوداع. ليه؟ لان ما فيش ولا واحد فيهم هيكمل لغايه 2018. مؤتمر افتتاح الساعه الماليه ومحافظ البنك المركزي ده مؤتمر الوداع. ليه؟ لان ولا واحد هشوفه في 2018 اللي انا بتجرع مراره اللي هم اتفقوا عليه النهارده ده. لما تيجي الدوله المصريه تبقى ملتزمه النهارده باسترداد ودايع من اول 2017 في خطه لغايه 2020، ودايع ليبيه ودايع تركيه ودايع سعوديه ودايع كويتيه ودايع اماراتيه، بخلاف بقى صندوق النقد الدولي وبخلاف النهارده البنك الدولي والافريقي، داخلين في حزمه من الطلبات على العمله الصعبه. طيب عند هذا ايضا استاذ حمدي، ما الذي تراهن عليه بالفعل الاداره المصريه خلال الفترة القادمة؟ إذا كانت كل هذه، هل توافقوا على كل هذه؟ أنا موافق على كل هذه التهم، ولكن هذه التهم لا يمكن أن أحملها لهذه الحكومة. أحملها للشعب المصري والحكومة المصرية والحكومات المتعاقبة السابقة. نحن لا نعمل، لا ننتج، لا نصدر. الشعب المصري اعتاد على الاقتصاد الريعي. طيب اسمح لي، لانه ليس موجود الان احد يدافع عن الشعب. انا اسمح لي، لا اسمح لي، يعني اخلص الشعب المصري من والنبي عشان بس الجمله ما تضيعش مني وكاني بتفضل. انا مش تمشي الناس، انا قصدي المسؤولين
التجار رجال الاعمال المصريين. انا هل انا في مصر عندي رجل اعمال صناعي ورث عن جده او عن ابيه رجال اعمال؟ ما عنديش زي اوروبا. انا عندي رجال اعمال تم خلقهم من 2000 ل 2000 لغايه النهارده او من 2005 خدوا اراضي بعوها بقوا رجال اعمال. طب من الذي خلقهم؟ هل الشعب المصري؟ هؤلاء الذي اقصدهم بالشعب المصري دول اللي بيلعبوا في التجاره. لكن الشعب المصري ما كان غلبان نسبتهم يعني نسبتهم انا ارسل من خلالك رساله الى الشعب. انت تقصد طبقه عدى نصف من دول الشعب؟ من دول الشعب يعني رجال الاعمال دول مش الشعب المصري؟ لا ليسوا الشعب. الشعب هو انا وحضرتك. انا وحضرتك موظفين بنادي عملنا وبناخد مرتباتنا. ما لنا يعني يعني هل تعتقد انت استاذ حمدي مثلا بمرتب تبك الحالي خلال العام القادم وبهذا المستوى من الارتفاع هل ستعتقد انك ستظل من الطبقه المتوسطه؟ لا احنا شوف الطبقه المتوسطه انتهت وتاكلت تماما. هل انا قادر اعيش بمرتبي من سنتين؟ اعتقد لا. الاسعار عماله تزيد السنه دي الاسعار زادت 100%. بلاش يا سيدي اخر اسبوعين عندما اعلنت الحكومه عن مشروع القيمه المضافه الاسعار تضعف بين 30%. والسؤال والغريب والشيء يعني المدهش، الاسعار تضعفت وزادت، مين اللي بيحصل بقى على هذه الارباح؟ التجار وليس الدوله. طب الدوله قبل ما تصدر القانون ده، قبل حتى ما تقول الكلام ده، ما كانش عندها ادوات واليات تضبط الاسواق؟ انا هنا اللي اقصده فيما يتعلق بالاقتصاد، الشعب المصري في النهايه الاقتصاد المصري ولا اقتصاد رجال الاعمال؟ عشان بس نرجع للمصطلح، الاقتصاد اللي احنا عايشين فيه ده اسمه اقتصاد مصري ولا اقتصاد رجال الاعمال؟ اقتصاد مصري. هذا ما اقصده، ما حدش فينا بينتج، ما حدش فينا بيعمل مصنع، كله بادئ في الربح السريع فيما يتعلق بوزنة الدولار. طيب انت تتحدث عن اجواء عامه وضعت او اسست او دشنت للاقتصاد الريعي. طيب اريحك كل الازمات في مصر صناعه حكوميه بامتياز. كل الازمات في مصر حكوميه. كل الازمات في مصر صناعه حكوميه بامتياز. طيب الشعب يتحمل منها بنسبه الفقراء يتحملون كل شيء، لكن لا الشعب يتحمل لائمه يعني اذا لمنا الحكومات بنسبه ورجال الاعمال الذين يستفيدون من قرارات الحكومه والشعب يعني كم نسبه اي شعب المواطن العادي البسيط انا وانت والمواطنين البسيط لا دور لنا لان الازمه بتصنعها الحكومه. ازمه الدولار الاخيره صنعتها الحكومه، ارتفاع الاسعار صنعتها الحكومه، فكره التعاون مع صندوق النقد وان انا اعمل الخدمه المدنيه وافكر في القيمه المضافه دون حتى رئيس السيسي قال في اخر خطاب لي الدوله ان الجيش بينزل بيستورد وينزل بضائع في السوق لان الدوله ما عندهاش الاليات اللي تحكم بها السوق. فانا كنت كدوله او كنت كحكومه ما عنديش الادوات اللي احكم بها السوق، ليه بقول والله انا هعمل كذا وحرف وهعمل قانون؟ طب هل نحن يعني مفروضنا لا انا اتحدث يعني كيف انا اتيت بك لتدير مصنعي، انت تقول لي ان هناك ازمات كثيره ولا استطيع ان ادير مصنعك وفي نفس الوقت انا مصر على البقاء في مكاني، يعني لماذا لا نجد مثلا مسؤولين وقد وصل الامر الى هذا؟ حضرتك بنتكلم وكان المشكله الرهينه هي وليد هذه اللحظه او الحكومه الحاليه هي السبب فيها ودي تراكمات سنوات. الاستاذ وائل اشار الى 36.5 مليار تم انفاقهم بعد 25 يناير، 12 مليار دولار تم انفاقهم من الاخوان، 9 مليارات وجهت الخليج تم انفاقها، السياحه التي توقفت، الانتاج او الصناعه التي تراجعت من 30 الى 22، ما فعلته دوله الشر بريطانيا فيما يتعلق بالسياحه وشرم الشيخ عندما سحبت كل سياحها واصبحت شرم الشيخ خاويه، السياحه كانت تصل الى 13 النهارده بنتكلم على 3، ما فعله الاخوان فيما يتعلق بالعاملين في الخارج كانوا 18 مليار دولار سنويا اخر احصائيه، النهارده بنتكلم على 7 مليار، هذه كلها عوامل تجمعت مره واحده. لا استطيع ان احمل الحكومه الحاليه كل هذه المشاكل، لكنها حكومه لا تعمل، لا تفكر، حكومه عندها مشاكل في الرؤيه، حكومه مش عارفه يعني اتمنى من الحكومه تقول والله شكل الاقتصاد المصري عشان ارتاح والمستثمر يجي. الحكومه دي عايزه استثمارات، طب الحكومه عايزه استثمارات وكل يوم سعر الصرف. هل يمكن في هذه الاجواء ان نحصل على نوعيه معينه من المستثمرين الهيت اند ران اللي هي ضربه والخروج السريع ضربات؟ لا انا عموما ما فيش مستثمر دخل مصر وخسر، المستثمر اي مستثمر بيجي مصر ايا كان على الاقل ربحه بيبقى اعلى من ربحه في بلده 100%. ونسال الاماراتيين، نسال السعوديين، نسال الاجانب، ولكن حين يعلم انه غير قادر على تحويل المكاسب والارباح هذه هي المشاكل التي تواجه المستثمرين. ولكن في مصر ما بيخسرش. هنا السؤال، الحكومه انت محتاجه ايه من سعر الصرف كل يوم بسعر؟ يعني انا متصور احنا انتهينا عن 8.88 وان قرار رائع وان محافظ البنك المركزي تدخل في الوقت المناسب وان في ودائع جايه وان في استثمارات، لكن
الحكومة بدأت بتحديث سعر الصرف أو وصوله إلى 9 جنيهات، ولكنها نست أنها تريد أن تقترب من صندوق النقد الدولي وأنها تريد أن تخصص أو تبيع بعض الشركات. وصلنا إلى نهاية الحلقة وكل منكما معي، حل سريع في دقيق، يعني الحل من وجهة نظرك، يعني هل الاحتفاظ بنفس المسار أم أن هناك مسارات أخرى يمكن السير؟ المسار الوحيد هو الإنتاج، أن تعود مصر حضارة زراعية كما كانت، أن نزرع. اثنين، أن نعتمد على الصناعات التحولية بشكل كبير كسيمة العمالة. ثلاثة، أن نعتمد على اقتصاد المعرفة، من يمتلك المعرفة واقتصاد المعرفة يمتلك العمل. أتمنى يكون عندنا تطبيق عند الشباب، 60% من الشباب المصري تحت سن 30، تطبيق واحد ممكن أبيعه أنا عندي لعبة. الحل الذي تقترحه يمكن أستغرق كم عام؟ يعني لأن مصر الآن أنت تتحدث عن انزلاق اقتصادي، يعني ما الذي يمكن أن يوقف هذا الانزلاق بشكل فوري؟ بشكل فوري؟ كم عام يحتاجه هذا الحل؟ سنتان، بس بشرط نزرع سنتين. طيب حل سريع، ثلاثة أشهر تنقذ مصر. إيه؟ عندنا المصانع كلها تقريبا تشتغل بقوة حوالي 30%، مصر تمتلك المواد الخام المحاجر وعندها غاز، أقدر أأجر خطوط الإنتاج النهارده وأنتج 70%، هشغل عمالة هدخل دخل المصانع دي وآخد المنتج أعمل بيه استكفاء ذاتي داخليا، والفائض هصدره إذا كان بالفعل عندي أسمنت هصدره، إذا كان بالفعل عندي أسمنت هصدره، عندي بالنسبة للرقعة الزراعية 8 مليون فدان، وزارة الزراعة وزارة الري كده فوق كده تعمل محاصيل تقدر تستوردها مني أوروبا، بالتالي أنا هعمل اكتفاء ذاتي وأصدر الباقي. نقدر كل الكلام ده خلال 3 أشهر، يعني انا قعدت سنتين بتفاوض مع الصندوق، مش هقدر استحمل على نفسي 3 اشهر انظم مصر. مصر محتاجه سيستم، مصر تايهه، ما عنديش كود في اي حاجه خالص، فبالتالي التخبط اللي احنا فيه ده نتيجه تايه مصر. 3 اشهر يمكن ان خدود انتاج يا فندم، انا مش هستنى مصانع تشتغل كمان سنتين ثلاثه انشئها او اعمل لها بنيه تحتيه وبنيه فوقيه، هكون الدنيا راحت والبلد غرقت. انا عايز مصانع قائمه بالفعل ومعطله والباب بتاعها مقفول. انا كدوله بمتلك الماده الخام، هخش اجر المصنع وخط الانتاج، هندك اسمنت، هندك حديد، هندك كذا كذا كذا، اعمل استكفاء محلي واصدر الباقي للبره. طيب لما هاجي هصدر الدول الصديقه وانا بقول لها اتفضلي السلعه دي، هتقول اتفضل الدولار ده ليه؟ انا مش راح ولا باخد منحه ولا باخد منها قرض ولا باخد معونها ولا اعينه ولا اعانه. فبالتالي هو ده الحل. تاني حاجه، ان انا لازم ادخل الاقتصاد الغير رسمي داخل الاقتصاد الرسمي، لازم احسس ان كل مواطن النهارده قيمه مضافه، يبتدي يكفر الدوله دي عن طريق لو خدت شريط حاجه يبقى في فاتوره، وانا رايح اخر الشهر بترد لي جزء مرتبي نتيجه الضريبه اللي اتخصمت نتيجه ان انا جبت لك الفاتوره اللي انت هترجع بيها للتاجر ده. نقدر نحصر النهارده ضريبه، مش كل يوم هنقعد نزود ضرائب والتدريج في الارتفاع. الحاجه الاخيره، يبطل بقى النهارده المسؤولين في مصر ان هم يعيشونا بسقف اعلى من سقف الاحلام بتاعنا، ويبتدي المواطن يحس ان هو قاعد هيدعك الفلوس هيطلع له المصباح يقول له شبيك لبيك تحب تعشى النهارده. تمام، دي الحاله اللي احنا وصلنا لها، حكومه رفعت سقف احلامنا. يفعلون ذلك، هم يتحدثون عن، وهذا كان محور يعني سؤالي الاخير والاجابه بلا ام نعم، هل سيتحمل الشعب المصري وسيتحمل سنتحمل نحن فاتوره اعلى من الموجوده حاليا؟ هل سندفع ثمن اكبر من الكهرباء والمياه وغيره؟ بالفعل الدليل على كده حاجه، ان من حوالي شهر طلعت تصريحات ان بناء على التعليمات وبناء على قرارات السيد الرئيس ان الدعم هنبتدي نزوده، بدل ما على 5 سنين هنرفعه، بدل ما على 5 سنين هيبقى 10. اتفاجئنا بس ان السنه اللي فاتت 20% والسنه دي من 30-40%، يعني بقى 60% حصل في سنتين بس. طب ال5 سنين اللي فاضله ولا 10 سنين هترفعه لنا كام؟ زائد انا مش عارف التكلفه الحقيقيه للطاقه اللي بيتكلموا عليها دي كام. السنه اللي فاتت كان 45 برغم ان البترول نزل والطاقه نزلت، السنه دي 65. ده ليه؟ انا بتحمل تكلفه الطاقه الغير مستغل اللي بيتم انشائها الفترات القادمه، انا كمواطن اللي انت عايز توفرها كمان 7-8 سنين للمستثمر. انا استفدت ايه؟ اتحملت التكلفه دي كلها، سعر لي المنتج بتاعتي على تكلفه انتاجه وليس على تكلفه اداره الانتاج. مشكلتنا في مصر النهارده يبقى 7 شغالين وراهم 40 اداره، ال40 اداره خدت بيع اللي بيتعبوا في ال7، انتهت القصه كلها. طيب دي مشاكل. هناك تكلفه مؤلمه، اخيرا تكلفه مؤلمه ايضا استلفت نظري تعليق لوزير الكهرباء ان الفواتير ستسعر خلال الفتره القادمه بالدولار. تعليق؟ لا، تعليق اخير. لا الذي قاله كان قاله تغير سعر الدولار، ستقترن بتغير سعر الدولار. هذا الكلام كان معي في من القاهره ورد عليه أوكي. احد الخبراء. معنى كده ان كان ان النهارده هو بيبيع لي السلعه الكهرباء مقامه بالدولار، بمعنى مثلا ب 10 سنت، فلو الدولار قيمته زادت او الحكومه قررت فقره انها تحرر سعر الصرف. اي دولار؟ دولار البنك المركزي ولا دولار السوق السود؟ دولار البنك المركزي. فاذا بكره حررت هيوصل مثلا 15 جنيه، فهو ال 10 سنت النهارده ب 2 جنيه بكره هيبقى ب 4 جنيه، فهحسبني على 4 جنيه، ودي مشكله. هل انا بقبض؟ وهل مرتبك مقابل؟ وهل انا عايش في دوله اقبض مرتبي وفقا لاقتصاد اشتراكي؟
نعم. مرتبي وفق الاقتصاد الاشتراكي ولكني أتعامل وفق الاقتصاد الرأسمالي، وهذه هي المشكلة. أتمنى أن تخرج مصر من هذه الأزمة إن شاء الله بحلول غير تقليدية ومن خارج الصندوق. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة غير شكر الأستاذ حمدي الجمل رئيس قسم الاقتصاد بالأهرام العربي. شكر موصول أيضا للدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق. شكرا جزيلا لكما وشكرا وصولا لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج خطوط تماس. في الأسبوع القادم حلقة جديدة موضوعات جديدة، كونوا دائما مع قناة النيل الأخبار. إلى اللقاء.